هانتوما البنات نوريكم شنو شريت من تي هابي شوب. شريت الطابي هذا، هانتوما كتشوفو مكتوب هنا الطابي، رطيت البنات ورطبة. شريتها بخمسطاش الأورو، 3000 ريال بالعربية. المديدة ديالها انتما كتشوفو هنايا، فيها مترو مترو على مترو وخمسين. دايرين حتى هاد الوانطيسات البنات اللي في ميركادونا كيبيعوهم على ما اظن شي 15 الاورو ولا شحال، كانوا حيدوهم كاع في واحد الوقت. هانتوما داروا لهم 5 الاورو ودايرين فيها 100 بياسة. نحلها من الداخل نوريكم كيفاش دايرين. ترانسبارنتي حوقين هكا الطياب الكوزينه الجافي اللي خيا. نوريكم شنو شريت اخر. شريت هادو اللي عجبوني بزاف وحتى الثمن ديالهم زوين بزاف. هادو البنات اللي دارو لهم 5 الاورو حتى هما، و تقدري ديري فيهم كيكه، تقدري ديري فيهم ديسير فلان، يعني كلشي اللي بغيتي نتيا. نفتح لكم واحد نوريكم كيفاش دايرين من الداخل. انا شريت منهم جوج. شفتوا كيفاش داير زويون البنات غزال، كاين حتى الشكل الاخر انا غادي نحطو لكم من بعد. كاين هاد الشكل وهاد الشكل الاخر، انا عجبني هذا. والمديدة ديالو 33 سنتيم كما كتشوفوا، يعني كبير. المهم هادو مشريت منهم جوج، وهادو شريتهم من حانوت اخر. شريت ديال الفران وشريت فوطة صغيرة بنتي للمدرسة. هادشي اللي كاين البنات، هادشي اللي شريت اليوم حتى نحل الزربية وغادي نصورها لكم. هانتوما البنات كي جات من بعد ما فرجتها، يعني زوينة الصراحة، زوينة الكاليتي ديالها، تجي رطبة من اللورة كيفاش دايرة. صراحة تمن زوين وزوين حتى هي رطبة وسخونة، يعني دابا راه مع دابا جاي البرد، وكاين في الابيض، كاين في الكحل، وكاين في هاد الكري، كاينين ثلاثة د الالوان. بغيت نشارك معكم حتى هاد الزيتات البنات، هادي يلاه دخلوها في ميركاتونا جديدة ماشي بزاف، وراني شريتها اليوم غادي نجربها ان شاء الله، وغادي نرد عليكم اخبار النتائج ديالها. المهم سميتها انتيوكس اويل زيت، سميتها ليكوبينا، كدار بالليل بالنهار، كاين الشمس بالنهار وبالليل، وماركة ديال لي بلوز، ماركة ميركادونا. هنايا قلبوا على اسبانيول هي من هنايا. هادو هما الفوائد ديالها البنات، دايرين بلي كتحيد الكلف فلوجه، وكتحيد انتخيبيسيمينتو انتخيبيسيمينتو، وكتحيد مانشاز، وفيها الزيوت الطبيعية، وفيها فيتامين، فيها فيتامينات، وفيها بيرفومي ناتورال، زعما الرائحة ديالها هي ناتورال، وكتحيد روغاس، كتحيد يعني الماء داك التكماش ما يتكمش لكش وجهك. كنتو مانشاز و
كتستعمل جميع الانواع البشره، وفيها فيتامينات الا و بي و سي وحتى الاي. اشوف فورمولا المهم زوينه البنات، كنظن غادي تكون زوينه ان شاء الله. المهم انا غادي نجربها وغادي نشارك معكم الفوائد والنتيجه ديالها ان شاء الله. هذه هي البنات طريقه الاستعمال ديالها. يلا كديري واحد غوطيطاس في يدك، كتدهني بها وجهك اللي بغيتو نتوما، يعني يكون الوجه شويه فازك او لا ناشف، يعني تقدروا تستعملوا بجوج طرق كما بغيتو نتوما. وهذا الشيء اللي كاين البنات. المهم غادي نشارك معكم حتى واحد الكريم. سمحوا لي على التيكيطه، هذه راه قلعتها من هنايا اللي كانت مشدوده بها، شديتها درتها في يدي. حتى هاد الكريمه البنات، هاد الكريمه هادي اللي زوينه بزاف بزاف، تقدروا تستعملوها اللي عندهم تربيه صغيره والكبار والصغار، المهم جميع كلشي يقدر يستعملها. اتوبيكس كريمه اتوبيكس فيها اوميغا 3 سي اي 9 و 9 كما كتشوفوا هنايا، نوتري كالما كترطب وكت مثلا الا فيك حبوب او الا فيك الحكه، فهمتوا كيفاش؟ يعني هاد الكريمه زوينه بزاف وخصوصا فهاد الصهد هذا بنادم تلقايه مهري او لا تيعرق او تيقيسوا داك الحبوب الرقيق، يعني زوينه ليه بزاف. ها نتوما البنات تقدروا تقراو لي كيف في اسبانيوليه يقراو لاش كتصلح. المهم البنات اللي ما عارفينش يقراو، كترطب الجسم يعني جميع الجسم اللي فيهم الحساسيه او هذا يقدروا يستعملوها، وحتى الترابي الصغار انفانتيليس اي ابليكار غادي تقدري تستعمليها مره او جوج مرات في النهار. ونتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. شريتها انا هادي نستعملها انا ليا شخصيا، وكتنقي حتى الوجه مع المدة البنات، يعني استعملوها راه ما غاديش تندموا عليها، يعني منها كترطبوا منها كتحموا الوجه ديالكم ومنها كلشي. وهادشي اللي كاين البنات، المره اخرى ان شاء الله نشارك معكم حوايج اخرين، وبسلام عليكم.